دخل لهم سي لعبه بلي دوك تحكم لي شي خاطر قول لي علاش منا ويعاقبوني بصح معليش كنت غافل ذات الله خدعتني بصح التلاميذ ولادنا اسكو يروحوا يتربوا ولا يديروا حاجه اخرى هاد يعني وبلي يهبلوا الشيخه وبلي يخليهم يتربوا كاين طبقه ولاد الشيخه ولاد المدير ولاد بعد احنا ولاد الشعب تسمعوا ولاد الشيخه اخر منا هنا لا طبقه ثانيه هما الطبقه الاولى العنف المدرسي هذه الظاهرة التي باتت تشغل بال المجتمع الجزائري بكل شرائحه وخاصة القيمين على المجال التربوي والتعليمي وتبقى للغة الأرقام الكلمة الفصل في إبراز ما وصلت إليه المدارس اليوم فقد صرح الكثير من الأطفال تعرضهم للضرب داخل المؤسسات المدرسية رغم أن العشرات من المعلمين يأسفون لقيامهم بتعنيف تلامذتهم إلا أنهم لا يمتنعون وقد يحدث أن الاعتداءات الجسدية تطال حتى المعلم وهو ما ينذر بتحول المدرسة الجزائرية بالخصوص إلى حلبة للمصارعة سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة ليغيب بذلك الدور التربوي وتصبح المدارس فضاء للعنف وتفريخ الجريمة على ضوء تحديد مفهوم العنف من منظور سيكولوجي واجتماعي يمكن تعريفه في المدارس على أنه سلوكات مضادة للمجتمع تتمثل في السخرية والاعتداءات إلى جانب التخريب والتهديد إتلاف أدوات الغير التنابز بالألقاب المساومة والسرقة إلى آخره وقد يكون على مستوى الأفعال كالحركات المهددة والاستحقارية إلى جانب الضرب والجرح والاعتداءات الجنسية أو الإجرام أما في بعض الحالات النادرة فقد تصل إلى استعمال الأسلحة التي عادة تكون مصحوبة بالتصفية الجسدية وهي أقصى أنواع العنف فقد أكد خبراء معتمدون في المجال أن العنف الأكثر تفشياً هو العنف اللفظي بما يعادل نسبة 80% أما 20% المتبقية فيرون أن للعنف أشكالاً أخرى يضربونا يخرجوا يضربوك عيني يضربونا بالتويوات هذوك الحطب بالسيكتور الاولياء سي نورمال دوك يشوف وليده ما جابش نتيجه ما جابش الاخر يولي يضرب وليده يولي ينبو على جال من على جال النتائج المدرسيه اما من ناحيه الاولياء من جهه الاساتذه ومن جهه الاخر صح حقا كاين اولياء اللي ما يحشموش في الحقيقه يروح للاستاذ يأنبو قدام وليده ولا يأنبو قدام التلاميذ سمى على جال وليده دار له حاجة ولا قضية تاع تربية باش يربيه ولات في حاجة واحدة أخرى شعره ما مشطوش مليح يجي يروح يضارب مع الأستاذ علاه يروح يضارب مع الأستاذ هذه بالنسبة للأولياء يحرقوا دفتر النصوص هذيك على الأخرى الشمة في الكلاسة يحرقوا في البلافون الولد كان يهدر تيرت عليه بحطبة قصت لهنا هو من بعد هو ضرب عليها طابله وخرج يكسر الزجاج يبدا يضربوا بها تما دخلك المواس يجيبوا بلاك هي المواس مخدرات شيره ولا غلبان ولا غدخل هلبا هاوليك مخدرات نقدر نقيس الانسان الاخر ونضره سواء جسديا او نفسيا او حتى مثلا نقيسه في الاشياء نتاعو في شخصه او في الاشياء نتاعو لانه هناك ذلك ظواهر من العنف المدرسي اللي الطفل التلميذ ما يتقاس جسديا ولا نفسيا ولكن لفات مثلا كل صباح كاين تلميذ الاخر يسرق له مثلا الاشياء نتاعو يسقلوا النكلة تاعه يخلعوا يخوفوا هذه كذلك ولو أنه ما كانش يعني دم ولا كسر ولا اعتداء ما كانش اعتداء ولكن كاين أثار نفسية لنجمة من لماذا؟ نجمة من الخوف تاع تلميذ من تلميذ آخر ولعل ظاهرة العنف لا تخرج عن كونها امتداداً للعنف الذي نعيشه في حياتنا خصوصاً ما يعرفه العالم من صراعات فإذا كان العنف كما يقال فعل أو كلمة فهو عموماً كل ما يؤدي إلى إلحاق الأذى بالغير خطر كنت غافل كنت نهض لكن جات من الله هي كانت من الله كنت غافل جات من الله خدعتني بسقلها بلا شوكت
بصح بعد كبير أسادة. كيفاش احكي لي؟ بعد ضربتها بكرطة بعد إدارة مشاكل خلطت استاذ كيما جاب إيه جاب بابا بابا يخدم مسكين يقول وما دار لي والو قال لي علاه قال لي درت كذا منه قال لي علاه دارت مع الشيخة قلت له هي تبلاتنا اعتداء المعلم على التلميذ والذي مثلا يبقى أنه عندما المعلم لا يستطيع أن يتعامل بطريقة جيدة مع التلاميذ في بعض الأحيان يقولوا ما يقدر لهمش لأنه المدرسة القسم مكتظ كثيرا التلاميذ يتحركوا بزاف يتكلموا بزاف ما عندوش القدرة على أن يكون معلم عنده الصرامة وعنده القدرة أنه يواجه المشاكل الأطفال الصغار هذا المعلم هذا تلقي التلاميذ يتحركوا كما يحبوا في القسم يديروا واش يحبوا وفي بعض الأحيان أنهم إذا المعلم حاول أنه يقول لهم ما ديروش هكذا ولا يخرجوا برا يعني العدوان من تلميذ المعلم كما يكون تلميذ كبير مثلا في الثانوي أو في المتوسط ويكسروا الطواب اللي يضربوا مع الشيوخة كيف نار واحد فيهم ضرب شيخة؟ كاين بزاف كيفاش؟ يضربها شوف يضربها بسقلة رفضها من تحت خبطها وخرج من زجقة ولا لمسي بالنسبة للأساتذة الأساتذة كاين وين مظلوم كاين وين ظالم ولكن احنا رانا نشوفه في الوقت الحالي